رجعنا تاني لحضراتكم بعد قراءة في الصحف. بنشوف دلوقتي تقرير موسيقي عن فنان تربى في الأردن ودرس الموسيقى، الفنان زيد ديراني، واللي كانت موسيقاه وفنه رسالة كان بيحاول يوصلها للعالم، وبيؤدي مهزوفاته كمان أمام كبار الشخصيات العالمية. ارتبط بحلم هو إيصال الموسيقى للأطفال، وخاصة الأطفال الأقل حظا، عشان كده أسس مؤسسة خاصة بيه بتربي الأطفال على الموسيقى وبتشجعهم على مواصلة الحياة ولكن بتفاؤل. تم منح الفنان زيد مؤخرا لقب سفير اليونسكو. تعالوا نشوف مسيرته ونرجع تاني. عازف البيانو والملحن الأردني زيد ديراني صاحب رسالة الحب والسلام انضم إلى قافلة سفراء منظمة الأمم المتحدة للطفولة والتنمية اليونيسف بإعلانه سفيرا إقليميا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساندة حقوق الأطفال الأقل حظا، خاصة ضحايا العنف والنزاع والفقر. فيسعدني اليوم ويشرفني أن أعلن أن زيد ديراني الأردني الموهوب قد وافق أن يصبح سفيراً إقليمياً لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. زيد، إنك تنضم اليوم إلى مجموعة كبيرة من المساندين الذين سخروا نجوميتهم لرفع الوعي حول القضايا الوطنية والعالمية ذات التأثير المباشر على حياة الأطفال والشباب. بدأ ديراني بمساعدة الموسيقيين الشباب على تعزيز السلام والتفاهم الثقافي من خلال إنشائه لمؤسسة زيد للسلام والتفاهم العالمي، حيث عمل خلال السنوات الأخيرة من حياته خارج حدود الأردن مع موسيقيين عالميين ومؤثرين لنشر رسالة السلام والتعايش. ويأتي هذا التكليف ليزيد من إصرار زيد على مساعدة الأطفال. نحن اللي بيهمنا بالآخر، زي ما دائما بآمن بالموسيقى اللي هي نعمة من ربنا، وتقدر انت تقدم اللي بتقدر عليه وتشارك هالموهبة، تستعملها تسخرها لتخلق حالة فرح، حالة صفاء ذهني قد ما بتقدر، حتى لو لمرحلة صغيرة لعند للأطفال الأقل حظا بالمنطقة كافة. لم ينسى ديراني الأطفال في أماكن البؤس بعد سطوع نجمه في العالم، واستطاع أن يوظف الموسيقى والفن في خدمة المجتمع والأطفال، وخاصة في المناطق الأقل حظا. وبهذا تمكنت الموسيقى من تجاوز حدود الوطن لتكون أداة استشفاء لأطفال يعانون من البؤس والتشرد والضياع، من خلال فنانين آمنوا بها وحملوا رسالتها السامية التي لم تنفصل يوما عن قضايا الأمة والمجتمع. وهكذا كان الشاب الفنان زيد ديراني سفيرا أردنيا إلى العالم. دام الكردي، قناة الغد، عمان.